وهذا العام وأيضا شيء آخر فعلناه في النسخة الثانية أننا استخدمنا وأعطينا اللاعبين الشباب فرصة أكبر ونرى لاعبين شباب من الأكاديميات تطعم بهم الأندية لنرى اللعبة أكثر تشويقا وأكثر حماسا. وأعتقد أن هذا العام التغيرات الكبيرة التي رأيناها الأندية تحضرت بشكل أكبر، المزيد من التحضير، المزيد من العمل والمزيد من التمرين إذا أردت أن تفوز بهذه البطولة. فبالتالي مستوى الاستعداد قد تطور، فبالتالي كان الأمر مختلفا عن الموسم الثاني. لدينا الآن تسويق أكبر وأفضل للبطولة، تفاعل أكبر مع البطولة، البطولة جلبت انتباه جماهير أكثر، فبالتالي الموسم الحالي هو الأفضل حتى الآن. أكيد مشاركة النادي الأهلي كبطل مصر في النسخة الثالثة، يعني بجماهيرية النادي الأهلي بشعبيته داخل القارة الأفريقية، شايف مشاركة النادي الأهلي النهاردة إزاي مستر فيكتور في النسخة الثالثة للباسكتبول أفريكان ليج؟ نحن سعداء جدا في الحقيقة لنرى الأهلي في البال، والآن كمتأهل وممثل لمصر في رواندا. الأهلي نادي عظيم، هو أكبر نادي في أفريقيا الآن، فلترى الأهلي الآن وهذه القاعدة الجماهيرية للأهلي مركزة الآن على البال وتشاهد الأهلي وفريقه، فهذا أمر عظيم لنا وأمر كبير. والشيء الثاني أن الناس من مختلف أفريقيا ترى الآن الأهلي وترى كم هو جيد وعلى مستوى كرة السلة، فبالتالي لدينا استفادة عظيمة من مشاركة الأهلي في البطولة. نتمنى التوفيق للأهلي في البطولة. على المستوى الفني طبعا حضرتك ليك خبرة كبيرة فنية داخل الـ NBA وأيضا على مستوى أفريقيا، على المستوى الفني كيف ترى لعيبة النادي الأهلي ومستوى النادي الأهلي، خاصة أنه بيقوده قيادة فنية أسبانية مستر أغوستي بوش، شايف النادي الأهلي فنيا يعني تقيمه إزاي؟ حسنا، أنا شاهدت بالفعل المباراة كمشجع وليس كمدير فني. حينما شاهدت فريق الأهلي رأينا الفريق تحت إدارة فنية جيدة، يوجد خبرات جيدة كمجموعة مع الفريق، لديهم القدرة على الرد وعلى الاستجابة لأي صعوبات، على تعلية أجواء المباراة في الوقت الذي يريدون، فبالتالي لديكم فريق رائع، لديكم فريق من الجيد أن تراه يلعب كرة السلة، لديكم المزيد من الخبرات، ولديكم الآن اللاعبين المصريين لديهم خبرات جيدة يلعبون بشكل جيد، ولديكم مجموعة جيدة من اللاعبين الأفارقة أيضا واللاعبين غير الأفارقة الذين طعم بهم الفريق في هذه البطولة. يمكن استعانة بأموت اللاعب ساوث أفريقيا أو لاعب جنوب أفريقيا اللي بيشارك معنا، احنا سعداء بيه جدا وسعداء انه بالمستوى ده وجماهير النادي الاهلي حبته، يعني هو لاعب جيد وتجربه جيده ان تلاقي لاعب افريقي بهذا المستوى. شايف اللي احنا شايفينه ده، شايف الرؤيه ان قمود فعلا يعني الجماهير حبته وانه بيأدي جيد مع النادي الاهلي؟ طبعا هو واحد من افضل اللاعبين في البال حتى الان، هو اندمج سريعا، هو لاعب سريع، هو لاعب قوي، هو مسدد جيد، يستطيع ان يلعب جيد تحت الباسكت، هو ولاعب قوي يستطيع جيد على المستوى الدفاعي. فبالتالي
من أن الأشياء التي أحببتها حينما رأيته هو الدعم الذي يراه ويجد من الجماهير المصرية وأيضا من الجماهير السودانية الذين يحضرون في ملعب المباراة لتشجيعه ودعمه. فلدينا الآن بعض الكثير من الأسماء الكبيرة حتى الآن في البطولة. يمكن زي ما حضرتك قلت أموت محظوظ أنه بيلاقي دعم من جمهور النادي الأهلي المصري وجمهور جنوب السودان اللي موجود في مصر، فهو بيلاقي دعم ثنائي الحقيقة.